فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. معاشر الكرام، أمر مهم جدا ننتبه له في باب الدعاء، ننتبه له ونعتني به، ألا وهو أن الدعاء مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة. حتى إن أحد السلف قال كلمة عجيبة، أظن مطرف بن عبد الله بن الشخير، قال كلمة عجيبة، قال تأملت في الخير فإذا هو كثير، الصلاة خير والحج خير، الزكاة خير، الصدقة خير، وإذا كل هذا الخير بيد الله، فأيقنت أن الدعاء مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة. ولهذا وأنت تدعو الله سبحانه وتعالى كن على دراية تامة بهذا الأمر، أن صلاح دنياك، أن صلاح دينك وصلاح دنياك وصلاح آخرتك هذا كله بيد الله، كله بيد الله. لن يصلح لك دين، ولن تصلح لك دنيا، ولن تصلح لك آخرة، ولن يصلح شيء من شأنك إلا إذا أصلحه الله لك، إلا إذا أصلحه الله لك. فصلاح أمرك بيد الله، ولهذا كن وأنت تدعو الله عز وجل مستحضرا هذا الافتقار الشديد إلى الله سبحانه وتعالى، وأنك لا غنى لك عن سؤاله واللجوء إليه والضراعة بين يديه سبحانه وتعالى. وفي الدعاء اللهم رحمتك أرجو فلا، نعم، تكلني إلى نفسي طرفة عين. أنت في فقر تام في كل لحظة إلى ربك ومولاك. ولهذا من الدعاء الذي أنصحكم به غدا وكل يوم وهو في صحيح مسلم، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. هذه الدعوة والله جمعت لك الخير كله في الدنيا والدين والآخرة. قلها وأنت على يقين أنه لن يصلح لك شيء من ذلك إلا إذا أصلحه الله لك. ولهذا في الدعاء الآخر قال أصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت، هذا فيه الافتقار. ولهذا من أهم ما يكون في باب الدعاء افتقارك إلى الله سبحانه وتعالى، ولجوءك التام إلى الله، وتفويضك أمرك إلى الله. ثمة دعوة عظيمة مأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام توضح المعنى، والدعوات كلها توضح هذا المعنى. اللهم أحسن عاقبتي في الأمور كلها، وأجرني من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، ما أبقت لك شيء من الخير إلا وتضمنت، ولا أيضا أبقت شيء من الشر والتعوذ منه إلا وتضمنت الوقاية منه والسلامة. فهذا معنى مهم ينبغي أن تستحضره في الدعاء، وهو أن الدعاء مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة. إذن فرصة عظيمة جدا في يوم الدعاء أن نأخذ الخير بمجامعه، فنعتني بالدعوات الجوامع المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. خذ الجوامع من الدعاء المأثور عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، واحرص عليه غاية الحرص
احرص عليه غاية الحرص حتى تجتمع لك في يوم الدعاء جوامع الدعاء، جوامع الخير، مع اليقين، مع الثقة بالله سبحانه وتعالى، فتفوز بإذن الله فوزا عظيما. وأسأل الله أن يحقق لكل واحد منكم ذلك.